الأنا، اتكلمت عن الأنا، اتكلمت عنها ازاي وابتديتي منين في موضوع الأنا ده؟ الأنا دي بحر بقى كبير جدا. بس أنا عايزة أفهم الناس حاجة مهمة جدا. ناس كتيرة قوي بتحط الأنا في حتة الغرور، أو حتة إن مثلا الشخص الفلاني حاسس بنفسه فده عنده أنا، مثلا عنده أنا عالية أو. مبدئيا كده كلنا في هذه الحياة، كل البشر عندهم أنا، عشان نبقى بس متفقين، مفيش حد عنده وحد ما عندوش. صحيح. والأنا دي لازم نفهم إن هي ليها أوجه كتيرة قوي، بتظهر بأوجه كتير. لما نفهم الأوجه اللي بتظهر بيها الأنا، ساعتها نقدر نفهمها فنسيطر عليها. عارفه لما تيجي تعوزي تسيطري على بني ادم، في انا طيبه وانا شريره وكده، تقصدي يعني الاوجه بمعنى ايه؟ بمعنى اي اوجه تقصدي؟ هقول لك مثلا وجه شهير جدا اللي انا عمرنا ما بنبص له خالص، وجه الضحيه، ان انا اعيش طول حياتي حاسه ان انا ضحيه، حد يعمل لي حاجه، لا اصل الناس عملت لي، واصل انا ما كانش قصدي، واصل انا مش، وانا اتظلمت، انا اتظلمت، والناس كلها. تحسي ان البني ادم ده ماشي كان القدر والحياه مستقصداه، من إياه هو من وسط بقية الناس ومستقصده. أوكي. أول ما تلاقي ده علامة على وجود الأنا. شوفي، مع إن أنت دايما تفكري إن الأنا هي حب الظهور، مش ده وجه للأنا، بس في أو تانية وجه للأنا تاني. أيوة فهمتك. إن أنا عندي، وصلت لي المعلومة. أوكي. في وجه للأنا دايما إن أنا لازم أكون صح. عارفة في ناس طبعا ما يهمهمش أي حاجة تانية غير إن هو يطلع صح، لا يهمهم يفهم الموقف ولا اللي قدامه، صح، ولا ليه حصل كده، ولا اتعلمت ايه، مين الغلط ومين اكيد الصح. مش انا الغلط. يعني اكيد مش انا خالص. ده وجه واضح جدا للانا، اللي هو انا دايما على الحق. فكل واحد عنده وجه للانا على حسب هو بيطلعه بايه بالزبط. او بيحاول دايما يبرز الانا اللي عنده بانه طريقه، بالزبط. يا اما بطريقه الضحيه اللي بيستعطف بيها الناس طول الوقت، يا اما بطريقه المغرور اللي مش شايف غير نفسه، يا اما بطريقه ايه، انا دايما على الحق، انا دايما صح. اوكي. المهم بقى في كل دون هو الوعي الذاتي، ان انا اكون فاهم، اقدر افهم نفسي، اراقب نفسي، افهمها، اتكلم مع المحيطين بيا، اسمع الناس بتقول لي ايه. اوكي. لان الناس دايما بتديكي ملامح من شخصيتك، ودي درجه من درجات الوعي والتصالح. بالزبط. مع النفس برضو. ما هو انا علشان اسمع وافهم واشوف عيوبي لازم اكون متصالحه مع نفسي، ولازم كمان اكون عايزه ارتقي بنفسي. ما انا طبعا يعني طبعا، يعني خلي بالك ان في ناس ما بتفرقش معاها طبعا، معترفه بعيوبي وعارفه مميزاتي فقادره اتصالح. بالظبط كده. وقادره اقعد مع نفسي وافهم نفسي، وافهم الانا بتظهر في ايه، واعالجها واجاهدها. لو لقيت ان هي بتظهر لما تغلط ابقى عارفه انها في الحته الغلط، واعرف اقومها واظبطها. وفي طبعا طرق عديده لظبط الانا. وانت اعتقد انك اتكلمتي عن ده في كتابك عن طريق اليقظه، هو ده اللي كنت تقصدي بيه؟ اليقظه هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اليقظه دي مهمه جدا، ان طبعا معظم البني ادمين ماشيين في الحياه، هم صاحيين وكل حاجه، بيصحوا من النوم وكل حاجه. أيوه. ولكن هم نايمين، مغيبين في الاوتو بايلوت. ايوه، مجهول نفسهم على الاوتو بايلوت. يعني لا عارفين هم بيفكروا في ايه، ولا عارفين هم كلامهم اللي بيقولوه ده بيقصدوا بيه ايه، ومين وبيضايقوا بيه مين، و و و و ولا حاسين بمشاكلهم الحقيقيه، ولا حاسين برضو بنقط قوتهم الحقيقيه. ما هو برضو صحيح. دي ودي، صح صح. ففي ناس ماشيه كده. وبعدين من اهم صفات اليقظه ان انا ابقى عايشه لحظتي الحاليه. معظم الناس يا بتبكي على اللي فات، يا قلقانه من اللي جاي. بالظبط. اوكي. بالزبط. معظم الناس ماشيه الحياه متجاهله جدا لحظتها مع ان اللحظه الحاليه دي هي حرفيا الحاجه الوحيده اللي انت متاكده ان انت تملكيها، وهي الاهم اعتقد. تملكيها، وهي الاهم كمان. محدش ضامن بعد 5 دقائق ممكن يكون موجود ولا لا. بالظبط. بالظبط. لحظتك الحاليه دي مهمه جدا. والانا ما بتحبش خالص اللحظه الحاليه. ليه؟ عشان مش عايزه سكينه اللحظه الحاليه. لو انت مركزه على لحظتك الحاليه هتحسي بهدوء وسكينه. الانا دايما عايزه دراما. عايزه تعيط، عايزه تلوم، عايزه تقلق، عايزه تخاف. هي ده طبعها. اعوذ بالله من كلمه انا. انا ابتديت افهم شويه كلمه اعوذ بالله من كلمه انا. فعلا الانا دي مؤذيه حقيقي جداً. مؤذيه جداً. باشكال كبيره هي ومختلفه. العدو الحقيقي للبني ادم. اذا ما قدرش يسيطر عليها، صح، اذا قدر يسيطر ويقاومها، فالبني ادم بيتغير تماما. طيب تعالي نتكلم عن حب الذات. انا مش عايزه افوت حاجه والوقت يخلص وما نكونش اتكلمنا عنها. تعالي نتكلم عن حب الذات والفرق ما بين اني اكون بحب نفسي واني اكون انانيه واني اكون مغروره، لان حب الذات ده لما بيزيد برضو بيقلب بجنان.
بصي انا بالنسبه لي حب الذات مش المفهوم العادي الحب الذات يعني مش ان انا بقف قدام المرايه بقول الله انا حلوه انا بحب وانا جميله نفسي. وانا بحب نفسي لا ده مش حب الذات. انا بالنسبه لي حب الذات بالنسبه لي هو ان انا اعرف قيمه اختياراتي في الحياه. اوكي ان انا اقدر الناس اللي حواليا والنعم اللي ربنا بيديهاني ده حب الذات بالنسبه لي. حب الذات لو انت فعلا قادره تعرفي ايه هي قيمك، اوكي ايه هو هدفك، حياتك الكويس بالنسبه لي، الوحش بالنسبه لي، لو قادره تعرفي انه كل الكائنات اللي حواليكي حيوان نبات بني ادمين حواليكي اشياء حواليكي قادره تعرفي قيمتهم، قادره ما تجيش عليهم. لان خلي بالك من حاجه، البني ادم ما بيتجزأش عن بيئته. لو انا ماشيه الطش في ده وماشيه اخبط في ده واعمل حاجات غلط وبعدين اقول في الاخر ده انا بحب نفسي، لا دي مش حقيقه. حب الذات لا يتجزأ عن حبك واحترامك للحاجات اللي في حياتك كلها. اشخاص، حيوانات، نباتات، واتيفر بقى، انت شوفي الحياه اللي حواليك، الحاجات اللي حواليكي ايه، واذا فعلا انت بتحبي ذاتك هتبقي مديه احترام وقيمه لكل الناس اللي حواليك. طبعا وده بنتعلمه بالوقت. اعتقد ان خبراتنا في الحياه بتغير شخصيتنا وبتغير طريقه حبنا لنفسنا لو عندنا يقظه ووعي. طبعا لو عندنا، لان في ناس عندهم خبرات كتيره جدا جدا جدا، ولكن لما تيجي تتكلمي معاهم في الاخر تحسي طب اتعلمت ايه من الحياه، مش عارفه انت فرقت ايه من 10 سنين فاتوا، بالظبط كده كنت فين من 10 سنين والنهارده انت فين، ايه اللي اتغير بالظبط حقيقي بالظبط.